مرحبا بكم أصدقاء المشاهدين متابعين لعب 12 والشرقية، حلقة جديدة، متابعات مهمة لكل ما يمر بشارع الرياض العراقي من أحداث. حلقة اليوم بها متابعة لكثير من الأمور، راح نبدأ بالحديث عنها بعد ما نشوف فاصل قصير ونرجع لكم. اليوم متابعتنا لكثير من الأمور المتعلقة بإعداد المنتخب الوطني، بمحكمة كاس، وخبر قرعة الدور التأهيلي للمؤهل للدوري الممتاز من الدوري الدرجة الأولى، وأيضا عندنا المتابعة الأهم راح يكون لنا عبر التليفون الكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية للحديث عن الوضع السيء اللي تمر برياضتنا في ظل المشاكل الكبيرة مع وزارة الشباب والرياضة والتقاطعات، الخلافات اللي تتسبب بانهيار الرياضة العراقية، بإلغاء المشاركات العراقية الخارجية بسبب لعب الوزارة على وتر الأموال وقطعها على اللجنة الأولمبية في محاولة لتحقيق أهداف يعني عليها الكثير من علامات الاستفهام. خلينا نذهب أولا لتقرير زيد السراج، وبعدها نذهب مباشرة إلى الكابتن رعد حمودي عبر التليفون. أصيبت بحالة من الشلل وتعطلت معظم الأنشطة الرياضية للاتحادات بسبب الإجراءات التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة تجاه اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي تعرضت لتدخل سافر من قبل الوزارة بصميم عملها الإداري والفني، حيث تلعب الوزارة اليوم دور الوصي على الأولمبية متناسية أن هذا الكيان العريق هو أقدم منها بكثير وله تأريخه الكبير والذي يمتد منذ أربعينيات القرن الماضي، كما أن الأولمبية العراقية لها مرجع أساس وهي الأولمبية الدولية والتي اعترفت بانتخابات المكتب التنفيذي وبشرعيته كجهة رياضية. ولا ندري هل جاءت الوزارة لتهيمن على كل المفاصل الرياضية بهذه الطريقة الدكتاتورية والتي لا تقبل الشراكة من أي أحد، أم أن هنالك هدف أكبر يسعى لإعادة الرياضة العراقية إلى الوراء وبأي ثمن؟ من بغداد للاعب 12 زيد السراج. بالمباشر إلى الكابتن القدير رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. كابتن، بداية مرحبا بك بالشرقية وباللاعب 12، وشكرا على تواصلك ووجودك ويانا، حقيقة محل تقدير واحترام حضرتك يا دكتور، ونتمنى لك يعني أكيد السلامة والشفاء. كابتن، يعني بالتأكيد الخاسر الأكبر هو رياضتنا، ويبدو أن يعني الوزارة مصرة على أن تكون طرف بالمشكلة وليس بالحل، والحديث اليوم عن توجه حضرتكم إلى سويسرا مع أعضاء بلجنة الشباب والرياضة بالبرلمان العراقي لشرح الوضع الصعب اللي تعيشه الرياضة العراقية. هل الحل الأخير هو الذهاب إلى سويسرا كابتن؟ مرحبا بك أخي بيان ومشاهديك الكرام وبقناتكم الشرقية الموقرة. شكرا، سعيد أن أكون معكم. حقيقة يعني احنا دائما نقول لابد من حل اي ملاحظات او معقدات نحلها في بلدنا، من يعني نصدرها الى الخارج ولا نشتكي على بعضنا في المؤسسات الدولية. وعليه اقول دائما انه لغة الحوار ممكن توصلنا الى حلول ناجعة لعمل ونشاطات الاتحادات الوطنية واللجنة الأولمبية وكل المؤسسات الرياضية. مع هذا يعني ماكو اي انقطاع، هناك حوارات ان شاء الله ممكن ان توصلنا الى النتيجه الامثل والافضل لرياضتنا. هذا جانب، الجانب الاخر ايضا احنا نحترم الدوله والحكومه وقرارات الوزراء المحترم، عليه كنت اتمنى انه ايضا هذه القرارات انه نعمل على نصوصها القانونيه خاصه بالامور الماليه والاداريه بدون ان يكون هناك اجتهادات. مع هذا اقول الكل يسعى الى حل يكون الحل هو المصلحه العامه للرياضه العراقيه. طيب كابتن، اليوم صار لكم شهور تبحثون عن الحل والحل ما صار بسبب
يعني تعنت الوزارة بسبب عمل الوزارة على تضييق الحال المادي لاتحاداتنا، وبالتالي اللجنة الأولمبية في سبيل عدم تحقيق هذه الأمور. اليوم الملف اللي حتروحون به إلى سويسرا، يعني هل هو ملف بمجموعة حلول بشرح للقضية وبعدها يصير أكو قرار من المعنيين باللجنة الأولمبية الدولية كابتن؟ هو حتى يعني المشاهد الكريم يعرف انه احنا ذهابنا للاولمبيه الدوليه مو الوزاره تشتكي علينا ولا احنا نشتكي على الوزاره او على الحكومه، ولكن هناك دعوه قديمه حتى يكون هناك عندنا قانون. تمام. ولهذا كان هناك اجتماع مع السيد معالي وزير الشباب والرياضه في باكوك مع اللجنه الاولمبيه الدوليه مسؤولهم في الاسيويه، يعني الحث على انه تفريع قانون موحد للرياضه العراقيه. نعم. ولكن بضيق الوقت ممكن ان يكون هناك ان شاء الله تشريع لقانون اللجنه الاولمبيه، يكون هناك اتفاق ما بين الجهات المعنيه في سبيل يكون هناك تشريع لقانون جديد للجنه الاولمبيه. طيب ذهاب نواب ممثلين بلجنه الشباب والرياضه بالبرلمان العراقي، هذا يمثل وجه من اوجه الدعم الحكومي والنيابي لعمل اللجنة الأولمبية؟ بالتأكيد وجود أيضا يعني أعضاء من لجنة الشباب والرياضة بالوفد أيضا يعطي زخم للوفد، أيضا يعطي دافع إيجابي بحيث أنه يكون هناك أيضا جهة رقابية وتشريعية، ممكن أيضا يكون هناك تشريع بتشريع قوانين عراقية. بالتالي اليوم هذا الصراع اللي مدى ينتهي كابتن، يعني وصلنا إلى حالة أنه الكثير من اتحاداتنا، الكثير من مؤسساتنا الرياضية يعني تشهر الإفلاس وبالتالي ما تشارك لا خارجيا ولا حتى يمكن داخليا. يعني بالتأكيد تعرف الاتحادات الوطنية لها نشاطات رياضية وأيضا لابد من هذه المشاركات، هذا جانب. الجانب الآخر الجانب المالي جانب مهم، مع أنه يعني إحنا في اللجنة الأولمبية أيضا مع أن يكون هناك رقابة على المال العام وتدقيق على المال العام، وأيضا اتجاهاته وين يروح المال العام، لابد أن يروح للرياضة ما يروح للأمور الإدارية بكثرة أو زيادة. وعليه أن أتمنى أنه دائما نقول أنه الدولة والحكومة لابد أن تكون أيضا شريك مع المؤسسات الرياضية ومن اللجنة الأولمبية حتى يكون هناك أيضا تعاون وتنسيق، لا يكون هناك تقاطعات وايضا يعني نسمع من كذا جهه انه اكو فساد. احنا مع القضاء على الفساد، واحنا مع انه تكون هناك اجراءات رقابيه صارمه على المال العام وتدقيق على المال العام في سبيل انه يصب المال في المصلحه العامه للرياضه العراقيه. ان شاء الله. انا يعني شاكر فضلك كابتن رعد، يعني وسلامتك الف سلامه، حضرتك يم الطبيب الله يسلمك. ورديت علينا، هذا من دواعي فخرنا وسرورنا. الله بالعكس، الله محييك بالعكس، سعيد اكون معاكم. الله يسلمك وان شاء الله دائما بالخير وبالتوفيق وبالنجاح كابتن. شكرا جزيلا كابتن رعد حمودي رئيس اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه، كان ويانا عبر التلفون. كابتن رعد حمودي بالتاكيد تحدث عن امور مهمه جدا، امور متعلقه بالانفتاح على الاخر. يا وزارة الشباب والرياضة، يا اللجان العديدة المشكلة من قبل الوزارة ومن ناس أيضا بعضهم عليهم علامات استفهام هواية مثل ما شفنا قبل أيام بوسائل التواصل الاجتماعي، هذولا لازم يكون أكو حل حقيقي لهذه المشاكل. حل يعني غريب عجيب، اليوم كل المسؤولين بالوزارة يثبتون أنه هم ما لهم علاقة بالرياضة، مع العلم أكو بيهم أسماء مهمة وأسماء رياضية وعاملة وصاحبة خبرة بالمجال الإداري الرياضي، لأن صراع يمتد إلى 6 أشهر أو 5 أشهر ربما أكثر وما يلقوا له حل إلى حد الآن. هاي بخمس 6 أشهر أنا مسوي قوانين ومشرعها ومصوت عليها وأصبحت هذه القوانين نافذة بخمس 6 أشهر، وإحنا إلى اليوم نراوح بمكاننا اذا ماذا نرجع لي ورا بالخلاف وبالصراع وبالتقاطعات، وكلها تحملها اشخاص يريدون يحققون اهداف ومصالح شخصيه، يريدون يبسطون قوتهم ونفوذهم على الرياضه العراقيه، ووصل تاثيرها الى ايقاف الرياضه العراقيه عبر قطع منابع الاموال اللي هي الحكومه، ما تعطيهم فلوس للاتحادات، وبالاتحاد يقعد ببيته كل شيء ما يسوي.
ويوم اللي ما يشارك بالبطوله الدنيا تنقلب عليه، انت ما شاركت وما سويت، وحتى اذا قدر يشارك فالاعداد الضعيف راح يخلي الرياضيين يروح يشارك ويخسر ويرجع. وبالتالي مسؤوليه مهمه على القطاع الحكومي انه يعي نفسه ويعي ويصحى على روحه ويعرف انه اللي يسويه جريمه بحق الرياضه العراقيه. تخرج اخر لزيد السراج يسلط به الضوء عن اهميه انه يكون هناك قوانين رياضيه نافذه مسؤوليتها مسؤوليه القطاع الحكومي حتى يشرعها ويدرسها ويعرضها على البرلمان. تقرير لزيد السراج ونرجع لكم. منذ عام 2003 وحتى الآن لا توجد قوانين رياضية جديدة تتماشى مع الواقع الرياضي وعمل المؤسسات. فنسمع عن مسودة قانون جديد لكنه يجهض في التصويت ولا يرى النور، فعلى لجنة الشباب والرياضة البرلمانية أن تقوم بجهود كبيرة لإنجاز القوانين، فالأندية الرياضية تفتقر لقانون شامل يكون مرجعاً واحداً لها، وباتت كل إدارة تجري انتخاباتها على حسب ما تهوى وتشاء، وقانون اللجنة الأولمبية كذلك. الاستمرار في غياب القوانين سيدخل الرياضة العراقية في مشاكل جديدة ستزيد أكثر كلما تأخرت القوانين الجديدة ولم يتم المصادقة عليها خلال الفترة القليلة القادمة. زيد السراج للاعب 12. يوم أمس أيضاً كاميرا اللاعب 12 وزميل زيد السراج كانوا موجودين في يعني منتدى الصحافة والجرائد المحلية، واستأنسنا برأي الصحفيين والرياضيين حول مواضيع عديدة. أيضاً كان حصة للصراع والخلاف ما بين خلاف الوزارة مع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وهذا حديث للسيد عمار ساطع، الأستاذ عمار ساطع رئيس القسم الرياضي بجريدة الزمان، تحدث به عن هذا الخلاف وتأثيره على الرياضة العراقية. نتابع. طبعا بالتأكيد احنا نقيس اعدادنا واعداد بقية المنتخبات، بالتأكيد بقية المنتخبات حتكون افضل من عندنا. ربما هذا الصراع اللي موجود الان بين اللجنة الأولمبية وبين الوزارة القى بظلالة على الرياضة عموما، لكن انا اعتقد الخطوات التصحيحية لابد منها وراء هاي الفترة الطويلة. يعني انا اعتقد بدأت الحكومة الان تراقب اموال الرياضة وهي خطوة صحيحة ليست خطوة سيئة، لكن اعتقد لازم الحكومة المتمثلة بوزارة الشباب واللجنة الخماسية ايضا تراعي الاستحقاقات الوطنية ايضا، مو فقط كرة القدم حتى بقية الاتحادات، لكن تكون استحقاقات حقيقية، تكون بطولات داخلية صحيحة وليست بطولات يعني وهمية او بطولات ما يعتدي بها. الأزمة الان بعدها هي في الذروة، اذا يعني الامور يعني اخذت في سياقاتها الصحيحة ربما سنشهد اعداد المنتخب اعداد جيد وكذلك بقية المنتخبات. الخبر الآخر اللي نتابعه الآن، حيث أجرت لجنة المسابقات قرعة الدور التأهيلي أو دور المؤهل للدوري العراقي الممتاز، وأسفرت القرعة عن مجموعتين 12 فريق، كل مجموعة بستة فرق. كربلاء بالمجموعة الأولى تلعب على ملعب كربلاء، سامراء، القاسم، والفرق الأخرى اللي بالمجموعة القاسم وغاز الشمال، ميسان، الجنسية، بينما بالمجموعة الثانية الصناعة، الرمادي، الكوفة، برايتي، سوق الشيوخ، والزاخو. أول كل مجموعة يتأهل للدوري الممتاز مباشرة، بينما المباريات ستقام على ملعبي الصناعة وكربلاء. ملعبي الصناعة والكرباء سيكونان مسرحين لهذه البطولة. 12 فريق بمجموعتين، كل مجموعة 6 فرق، يصعد فريق واحد يتأهل إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل. هذه قرعة الدوري المؤهل للدوري الممتاز. أيضا يعني في ضمن المتابعات اللي أجراها الزميل زيد السراج، كل زين نعرف أنه محكمة كاس الكل يترقب قراراتها والكل يترقب عملها،
وبالتالي هذه المحكمة بها مجموعة من القرارات المهمة اللي تنتظر الكرة العراقية. كلنا نعرف المعترضين واتحاد كرة القدم كانوا في لوزان في سويسرا واستمعوا لهم المحكمة وانتظار هذه القرارات. خلينا نتابع مجموعة اللقاءات اللي أجراها زيد السراج مع مجموعة من الصحفيين للحديث عن هذه المحكمة. نتابع. بالنسبة لمحكمة كاس 31/8 النطق بالحكم، شلون نشوف الأمور بعد أن جرت الجلسة نهاية شهر 5؟ يعني استاذ زيد، احنا مع الاسف الان كل الاحاديث الرياضيه الان سواء كانت مثلا اذا كانت لقاءات يعني عبر المراسلين او كانت داخل السوالف الفضائيه، انت تلاحظ احنا كلنا نتكلم على مشاكل. يعني احنا ما في اليوم تكلمنا على الرياضه وسبل تطويرها والانجازات واللي تحقق وما متحقق. يعني محكمه كاس هي جزء من هذا المشهد مع الاسف المتردي او متخلف للرياضه. يعني اكو طرفين، اكو طرف يدعي انه هو صاحب الحق الحقيقي بالموضوع. ربما محكمة كاس ستكشف انه اذا كانت هذه يعني منع النجم الدولي عند هذا الجار من دخول الانتخابات كان صحيح او خطا، لا سيما ان الاتهامات كانت اتهامات يعني خطيره، اتهامات بالتزوير، اتهامات اخرى. احنا نتمنى انه يعني تنتهي هذه المساله ويعني تلتف كل الجهات الرياضيه الى تحقيق الانجازات وترك الخلافات، لان احنا صراحه كصحفيين وكمتابعين ملينا من عندها. الأمور ابتعدت أكثر من محكمة كاس وأكثر من اتحاد واحد ومحكمة محلية واحدة، الآن وصل الأمر إلى أكثر من 13 أو 14 قضية مرفوعة بين اتحادات عراقية لألعاب فردية وجماعية تتهم بالتزوير والسرقة والفساد وغيرها، وهي أمور تردي وصلتنا إلى الدرك الأسفل بدءا من كرة القدم. محكمة كاس هو تدويل يعني عاجز أو غير مبرر بعد أن عجزت حدود الوطن عن احتواء المشكلة وحسمها، وبالتالي توجهت إلى خارج الحدود، وأن تكون هناك نيات طيبة تسابقت لأجل احتوائها، ولكن الشرخ والهوة أصبحت كبيرة بحجم لا يمكن تلافيه مع ما وصلنا إليه، والقادم أظنه أسوأ. المحكمة كاس طبعا يعني صراحة على الجلسة الأخيرة مع الكابتن عدنان درجال بعد وصوله إلى بغداد قبل يعني أيام، ثاني يوم التقيت به والرجل كان متفاعل باللي جرى في المحكمة ومجريات المحكمة، لكن في نفس الوقت أنه أحس أنه الكابتن عدنان درجال يعني الأمور أعتقد تحتاج إلى وقت. أيضا القرار يعني هنا تعرف ثلاث دعاوي، الدعاوى الاخرى اللي تزوير واللي ابعاد، هذه اعتقد هي محسومه لصالح الكابتن عدنان درجال، لكن موضوع اعاده الانتخابات اعتقد انه حتى اذا لم تعيد الانتخابات فانها ستعاد انتخابات رئيس الاتحاد فقط. يعني لاول مره اعلنها انه ابعاد عدنان درجال عن دخول الانتخابات مقابل السيد عبد الخالق مسعود، أعتقد أنه هذا القرار أيضاً سيكون على طاولة القضاء باعتبار إعادة حقوق الكابتن عدنان درجال في الدخول على رئاسة الانتخابات، وأعتقد تعاد إذا يعني هذا الموضوع يعني ما راد يوضح لي الكابتن عدنان، بس القراءات إلى والحديث إلى أنه الانتخابات ستعاد على الرئاسة بين الكابتن عدنان درجال والسيد عبد الخالق مسعود. أنا أشوفها يعني اللجوء إلى محكمة كاس هي يعني قضية طبيعية، يعني ما دام إحنا نعيش يعني في زمن ديمقراطي وحالة طبيعية، أي شخص ممكن يشعر بظلم يلجأ إلى المحاكم المحلية والمحاكم الدولية، وبالتالي هو أعتقد المحكمة على يعني قدر من النزاهة والشفافية تعاملت مع المعترضين وأيضا مع اتحاد كرة القدم. وبالتالي ننتظر هذا القرار يعني اللي ياخذ كل يعني صاحب حق حقه، كاعلام لا نصطف مع جهه ضد جهه اخرى، نقف على الحياد كصحيفه رياضه وشباب وننظر للقضيه بمنظر او بمنظار المهنيه وبمنظار المسؤوليه، وبالتالي ننتظر هذا القرار يعني هو موصول اليه محكمه كاس. اذا اليوم الكل ينتظر ويترقب هذا الحديث اللي الكل
ينتظر نهاية شهر 8 قرارات محكمة كاس يعول عليها شارع الرياض العراقي كثيرا بأنه تحدث التغيير المنتظر على مستوى الشخوص بكرة القدم العراقية. وكلنا والكل ينتظر أنه تكون كرة القدم العراقية بمرحلة جديدة، وهذه الأمور كلها مرتبطة بمحكمة كاس. اليوم محكمة كاس قراراتها اللي إلى حد الآن، قال قبل شوي سيد جعفر العلوشي، قال أنه من الممكن محكمة كاس واحدة من قراراتها تعيد صراع كرسي الرئاسة فقط بين السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي الحالي وبين الكابتن القدير عدنان درجال. اليوم الحديث عن انتظار قرارات محكمة كاس لازم يكون حديث محايد، حديث مهني، حديث الغاية من عنده هو خدمة كرة القدم العراقية، خدمة منتخباتنا، خدمة أنديتنا، وبالتالي خدمة رياضتنا. لأن ربط قرارات محكمة كاس بالمنافع وبالأسماء الشخصية، ربطها ببقاء السيد عبد الخالق مسعود، بقدوم الكابتن عدنان درجال، هذا كله أمر ما يخدم رياضتنا ولا يحقق الأهداف من رياضتنا وكرة القدم العراقية. العمل على انتظار قرارات محكمة كاس مهما كانت يجب أن يكون عمل وطني جمعي، مو عمل فردي لأجل تحقيق أهداف فردية. اتحاد كرة القدم كان واضح أكثر تصاريحهم، قالوا مهما كانت قرارات محكمة كاس نتقبلها. وأيضا الأمر يعني ينسحب على عدنان درجال وفريقه. اليوم محكمة كاس تقرر مصير كرة القدم العراقية، وتقرر من سيبقى ومن سيرحل ومن سيعاقب ومن سيبرأ. اليوم محكمة كاس بنهاية شهر 8، هاي كلها فترة مداولات، فترة قراءات، رغم أنه عندنا توقع شخصي من خلال متابعتنا وقربنا من يعني من مصادر القرار الكروي بكرة القدم العراقية، أنه يعني القرارات ما راح تكون قرارات حاسمة جدا، راح تكون هذه القرارات قرارات مفتوحة بها مراجعات أخرى، وبها قرارات ربما تلحق بقرارات محكمة كاس في ضوء يعني ما يمكن أن يترتب عليها من نتائج التحقيق بخصوص عمليات التزوير بإجراءات انتخابات اتحاد الكرة العراقي اللي ادعى الكابتن عدنان درجال وفريقه أنه هي حصلت. فيعني خلي في بالنا كل الاحتمالات، نخلي في بالنا كل التوقعات. ما من الممكن أنه يمكن ما تنحسم الأمور بنهاية شهر 8، يمكن أنه تصدر قرارات تؤجل على ضوء إجراءات أخرى ربما تتبع شهر 8 وتصدر هذه القرارات. يعني يمكن هناك يكون أكو إيقاف لعمل هيئة كرة القدم الحالية، ولحين ثبوت الاتهام أو عكسه، إذا طبعا ثبت العكس يرجع الاتحاد نفسه، إذا ثبتت اتهام الاتحاد بعدم شرعية وقانونية الإجراءات فربما يصار إلى تشكيل هيئة مؤقتة تدير كرة القدم العراقية لحين موعد الانتخابات الجديد بدورة انتخابية كاملة. يعني تجي هاي الهيئة المؤقتة تكمل مسيرة الاتحاد الحالي في حالة واحدة، هي إثبات هذه التهمة على الاتحاد الحالي. أما إذا لم تثبت التهمة فكل الأمور تبقى على حالها، وهذا هو اللي ننتظره من محكمة كاس وتفسيرات قراراتها، اللي الكل يجتهد بتفسير هذه القرارات، واللي الكل بتوقع هذه القرارات مو بتفسيرها. متابعة أخرى عندنا مهمة عن إعداد المنتخب الوطني العراقي لتصفيات مونديال قطر 2022. لعبنا مع تونس، خسرنا 2-0 واكتفينا بهذه المباراة. نتابع مجموعة من اللقاءات اللي أجراها أيضا الزميل زيد السراج مع صحفيين رياضيين عراقيين للحديث عن هذا الإعداد للتصفيات اللي دائما نقول عليها هي تصفيات الحلم لعشاق كرة القدم العراقية. نتابع. مباراة تونس الأخيرة ترجمت إلى الشارع العراقي الوضع الصعب للمنتخب وما يعانيه اتحاد الكرة تحديدا والمنتخب الوطني، وإن كانت هناك عمليات كثيرة جدا للتجميل أو لرسم صورة أخرى عن هذا الفريق
يعمد أعضاء الاتحاد إلى تلافيها برسم صورة مستقبلية بالإعلان فقط. سمعنا عن 7 أو 8 مباريات، 4 منها أفريقية و3 أوروبية للمنتخب الوطني استعدادا للتصفيات كأس العالم وبطولة غرب آسيا، ولم يتحقق منها سوى مباراة واحدة لم تكن بالاستعداد أو الصورة اللائقة، وأعرب عنها كاتنج نفسه بأنه المنتخب أضاع عدد من اللاعبين وضمن زحمة أمور إدارية لا يتحمل الرجل مسؤوليتها بل يتحملها الاتحاد والكادر الإداري الذي لم يحسن قراءة استعداد الفريق وتحضيره، ومن ثم نلعب بطريقة الطوارئ وأحداث الساعة والمنتخب كما هو وتقبلوا النتائج كما يحصل في كل بطولة سابقة. يعني أنت تعرف أعتقد مباراة تونس الأخيرة كشفت الكثير، يعني كشفت عن الوضع الحالي للكرة العراقية بفعل عدم احترام أصحاب القرار، المدرب في جهة واللاعبين في جهة، الاتحاد يصرح بشكل والموجود شكل آخر، بما معنى غياب التوافق غياب الانسجام، فقط أنه إعلاميا هناك ردود تحاول إقناع الجمهور الرياضي بأن المنتخب جاهز، بأن الكرة العراقية في أتم صحتها، لكن للأسف الواقع يقول غير ذلك، أن الأمور ما أعتقد في صالح الكرة العراقية ولا تخدم الكرة العراقية، وأيضا الأزمة الحالية التي ضربت بين الوزارة والأولمبية أثرت أيضا على موقف اتحاد الكرة واستعداداته. رئيس الاتحاد يعني الرجل أعتقد كان غير موفق في الكثير من التصريحات بفعل أنه هناك مباريات للمنتخب ولم تحدث مثل هكذا مباريات. المفروض أنه المصداقية في التصريحات هي الأهم، لأن كل الذي يطلق عليه محاسبة ومتابعة من قبل الإعلام ومن قبل أيضا الشارع الرياضي. المصداقية هي يجب أن تكون حاضرة في عمل اتحاد الكرة. يعني لحد الآن المنتخب الوطني هو منتخب مجهول الهوية، يعني غير واضح المعالم، يعني لا تعرف صفوفه ولا لاعبيه ولا تشكيلته يعني الرسمية الهوية الحقيقية لهذا المنتخب، من خلال يعني أعتقد أن هناك يعني عدم وجود يعني برنامج تنظيمي أو برنامج فني لاتحاد الكرة والكادر التدريبي للمنتخب. وبالتالي نشوف يعني منذ مجيء كاتنيش ولغاية الآن عمليات يعني التجارب متواصلة، إبعاد واستقطاب وغيرها. لهذا اليوم يعني الشارع الرياضي وحتى الوسط الإعلامي متخوف جدا من مشاركة المنتخب في الاستحقاقات المقبلة، لا سيما حتى في غرب آسيا. اليوم يعني المباراة الأخيرة لتونس يعني للأسف أقول إنه هي مباراة يعني مأساوية، مباراة يعني دعنا عن الأهداف لكن لم نجد أي لمحة أو تكتيك أو جملة فنية داخل الملعب. إذن طريق التصفيات طويل، ويعني بعدنا أصلاً ما بادين به تصفيات الإعداد التحضير. كنا نعرف كان المفروض نلعب مع صربيا على مدة 350,000 دولار ما وفرتها الوزارة للاتحاد ونلغت المباراة، وبين الإي وبين اللا بين فلوسك بالاتحاد وكتنج ما راح يبقى لأن ما عدنا فلوس نجدد العقد وياه، وإذا جددنا العقد ورا 1-9 معناها نأخذ مستحقاته مال سنتين كاملة في حال أقال الاتحاد لأي سبب من الأسباب ورا 1-9-2019. وكل هذه الأمور أثرت على استقرار المنتخب، وكتنج أيضا الله يسلمه من المدربين اللي إلى حد الآن ما كيف نفسه ولا تعلم شلون يتعامل مع اللاعب العراقي ولا مع كرة القدم العراقية. ساعة يريد يروح لبغداد ويعيش في فندق بابل هو جهاز الفني، ويكلفنا كل واحد بيهم 400 دولار باليوم ما بين سكن ومصرف وأكل وشرب، واليوم لغاها الفكرة خلص لأن قال لهم أريد أعيش في فندق بابل، قالوا له ما نقدر ندفع لك إحنا تكاليف، وحقهم الاتحاد يعني 4 مدربين كل واحد بيهم باليوم يكلف 300 دولار، هاي 1200 دولار بس سكنهم فندق بابل، وبالتالي تكلفة كلش هواية. من قالوا له ما نقدر نسكنك بالفندق، قال لا والله العداني أرجع أبقى
ابقى اعيش باربيل وما يشوف بس المباريات اللي تصير باربيل بين اسبوع واسبوع للانديه وما يتابع الدوري ووضعه صعب، وايضا يتاثر بمواقع التواصل الاجتماعي ويتاثر بما يوصله من اصدقائه وربعه وجماعته. وبالمقابل ايضا اتحاد كره القدم بعيد عن التعامل مع كاتانيتش وغير قادر على التعاطي وياه وفرض عليه امور مهمه لازم يسويها، والخاسر هو المنتخب الوطني العراقي. واحنا ننتظرنا تصفيات كاس العالم اللي الكل عاقدين الامل على انه يكون هناك عمل حقيقي بهذه التصفيات. القرعه بشهر 7 وبعدها تبدأ التصفيات بشهر 9 بداية شهر 9 ويعني بأيام الفيفا داي رح نلعب شهر 9 ونلعب شهر 10 ونلعب شهر 11 وبعدين رح نلعب شهر 3 وتكمل التصفيات. اليوم يعني ما أعرف إذا المسؤولين عن المنتخب الوطني من اتحاد من لجنة منتخبات من مدرب من إعلام من شارع رياضي عراقي يمتلك القدرة على أن يصارح نفسه بحقيقة الوضع اللي تمر به كرة القدم العراقية. ايضا بالمقابل دورينا بما يمتلكه من سلبيات هوايه الله يعين المدرب عليه، احنا نحكي اللي قلنا واللي علينا. يعني مدرب اي مدرب بالعالم تجي تخلي باوع دوري عراقي بهذه الظروف يلعب ساعه 4 برمضان قبل فتره وهسه دا يلعب لي ساعه 4 ايضا وساعه 5 بهذا الحر، لا يبقى بناء عضلي، لا يبقى تكوين بدني، لا يبقى بناء فسلجي للاعبين الصغار اللي المدرب يريد يعني يلعبهم كبدلاء او غير ذلك. يعني كل شيء مخربط عندنا، كل شيء عندنا بالفوضى، كل شيء عندنا يمشي بالقدره، وبالتالي لما تجي يريد المنتخب الوطني يريده يغلب وما يغلب نغلب الدنيا بدون ما ندرس احنا شنو الوضع اللي احنا به. بطولات ومباريات تلعب، العالم كله اليوم مرتاح واكو فتره انتقالات واكو ولاعبين يروحون ويجون واحنا بعدنا بالدوري وبعدنا ببطولة الكاس وإلى حد الآن ما مخلصين وعندنا بطولة غرب آسيا ما نعرف الدوري شو اكتره. اللاعب الوحيد اللي ما يرتاح بالعالم هو اللاعب العراقي، طول السنة يلعب طول السنة يلعب حتى أسبوع 10 أيام. يعني أكو لاعبين العالم كلنا نعرف يجوز عنده الآن مثلا ميسي خلص الدوري عنده كوبا أمريكا، راح تخلص كوبا أمريكا يروح يرتاح أسبوعين ثلاثة، احنا حتى هاي الأسبوعين ما دا يرتاح اللاعب العراقي، لاعب المنتخبات الوطنية ما دا يرتاح، راح يخلص الدوري هذا الطويل 10-11 شهر بدون راحة، يخلصها راح يلتحق بالمنتخب الوطني، شهر 8 عنده غرب آسيا، يخلص غرب آسيا ويبدأ تصفيات كأس العالم، خلص تصفيات كأس العالم بدأ الدوري العراقي شهر 10. هذا اللاعب شوكت يرتاح، شوكت يصير عنده شوق لكرة القدم، يعني العامل النفسي كنا نعرف أهميتنا، اليوم التشوق لكرة القدم أمر مهم. يوم تجي تباوع على لاعبينك كلها تقول له مباراة يقول لك ولا أباوع ولا أرد أشوف ولا أشوت كرة ولا أتمرن، لأن صار عندهم ملل وصار عندهم جهد عالي ما يقدرون يقاوموا. تقرير آخر يخلينا بيزيد السراج عن صورة الإعداد للمنتخب الوطني، نتابع. مباراة صربيا والتي كان من المنتظر أن تلعب في العراق ألغيت بدعي عدم امتلاك اتحاد الكرة للأموال، ولقاء المنتخب الليبي تم إلغاؤه أيضاً بسبب الوضع الأمني في ليبيا. وبعد الخسارة الأخيرة من تونس بهدفين نظيفين، ماذا يلوح في أفق منتخب العراق؟ هل سنلجأ مرة أخرى لإقامة بطولات ودية مع الجيران كلما اشتدت الأمور ولم نجد منتخباً قوياً نلعب معه فندعوهم تحت عدة مسميات؟ أم ننتظر لعل وعسى أن يوافق فريق معين على اللعب معنا خلال الفترة القادمة؟ وهل هذا هو إعداد مثالي لمنتخب يريد أن يتأهل من التصفيات؟ أم أننا نعيد أخطاءنا في كل مرة ولا نتعلم من الإخفاقات السابقة؟ من بغداد للاعب 12 زيد السراج. احنا مع الكل، مع الكل ندعمهم، والله نوقف ويا الاتحاد ونوقف ويا الاولمبيه ونساند الجميع ونساند الكل في سبيل انه يكون هناك نتاج حقيقي للرياضه العراقيه، اكو عمل حقيقي، عمل مخلص، عمل وطني يفيد رياضتنا ويفيد كره القدم العراقيه. يعني العمل بهذه الظروف صعب ونعذر ودائما نقول نعذر الناس اللي تخطئ،
لان اكو اخطاء واكو سلبيات اكبر من قدرات الاتحاد، اكبر من قدرات الاولمبيه، لكن ايضا بالجانب الاخر اكو اخطاء مستمرين عليها وهي يمكن تصحيحها بقدرات اعضاء الاتحاد واعضاء اللجنه الاولمبيه. انا احكي بشكل عام. اتمنى دائما كل الخير لرياضتنا، لكرتنا. شكر جزيل للكابتن القدير رعد حمودي رئيس اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه، كان ويانا بحلقه اليوم، تحدث عن مساله الذهاب الى سويسرا وحمل الملف العراقي في سبيل حل حقيقي للتقاطعات والخلافات الكبيره بين وزاره الشباب وبين اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه. شكرا لكم اصدقائي المتابعه، نشوفكم باكر ان شاء الله، الى اللقاء.